بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتي نحتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا عز وجل أبصرة النحل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يلو نزيد فلتو أبقدين شرعنا يدين نتم علماء حتتو سلزبلنا أمو كابتم حد علماء الشيخ محمد بن صالح العثيمين فتاوى ذهبو كابتي فتاواناتو نويح جزي إن تقاتلنا ألنا مالتيو إن شاء الله هبتقدين عقيدة دملكت لعلي حد ميت حتى تزخون حتى الملسن زت حتى تو كنا قربناكم وندابلنا أبتنا عبادات نافقون كن كيدنا مالتيو حد كابت حتى تو حتى ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهل يزيد وينقص إيمان كبهالن كله أب أهل السنة والجماعة انتي مالتيو إيمان انتي تعريف ناتو بمنتي قلت إيمان كومو دماني إزي إيمان سني يوسخن كبيبلن يقودلن ديو تباهلهم تحاتيتهم. الجواب نايزم السنبار، الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيمان كنبل كلنا أب أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب. إيمان مالت بالبخة تأمنو والنطق باللسان بلسانك بملحسك دماني تزاربون والعمل بالجوارح بأكالات كاتفتصمون إزي إيمان دبهل. فهو يتضمن ثلاثة أمور. إيمان كن بالكلنا ثلاثة نقرات دحازيو: إقرار بالقلب بالبخة تأمنو، نطق باللسان بلسانك بملحسك تزاربون تبلون، عمل بالجوارح بأكالات كاتفتصمون إزي إيمان دبهل مالتيو. وإذا كان كذلك انت دع خمز خوين دماني فإنه سوف يزيد وينقص زو السخن زقودلني مالتيو، وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفادل مغنياتو بالبخة تأمنو كل جزي سبات أبقدين يلبي إفعل علي أم مالتيو. فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة، حد بعينه زرعين حد بورد سمعن حد يكونن، وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين، حد سب ميتيو زنقر كورن كلتا سبات ميتيوم زنقر خان حد يكونن، وهكذا كمو ندابلي مالت تي ناي قداي ناي مرققات إفعل عليو. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم بزب مبقاس انتهي لهم بسورة البقرة خمت ربنا عز وجل زقلت سألنا كلتميت سوسان آية انتهي لهم سيدنا إبراهيم: ربي أريني كيف تحيي الموتى. مالت كمي جيركا نسبات دحرموت كم تتسأم سي أريني اندو إلهم نرب سبحانه وتعالى حاتيتم. قال: أولم تؤمن، أي أمن كان دي خامس تبهلو. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أمين باي الرقاقت باب إمنت انتخونقن مالت إما ما لبي إطمئنان كقبر سلزل خوئيو يبل مالتيو ليطمئن قلبي رقعت كركب سلزل خوئيبل. ولذلك فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه. مباري إيمان يوسخيو كمو دماني طمأنينة رقعات كمون هدعات زلوه إمالتيو. إذن والإنسان يجد ذلك من نفسه ودسوين كلاتنا نفلطينا مالتيو أبلبو انتايكم دسمعو كل سمعت الله مالتيو. فعندما يحضر مجلس من مثالي إبل أب مجلسنا علمي أب إيمان زلوه بوتا أب ناي رب سبحانه وتعالى الذكر اللو بوتا موعظة دلوه انت رأى ترخبك وذكر للجنة والنار يزداد الإيمان ناي جنة ناي إيمان كسمعك لخا إيمانك كبيبليو كأنه يشاهد ذلك رأي العين لك كمزي بعين خاطر يوزل لخا خوينو يسمعك قداي ناي جنان ناي جهنم من مالتيو. وعندما توجد الغفلة أب غفلة دلو أب زنقع زلو كابر بزر حقك بوتان تر أخوين كيد كادماني ويقوم من هذا المجلس كابز بوتازي كتسك لخا انت يسمعك يخف هذا اليقين في قلبه التي لك كم عين خاطر يوزن بركا أب قداي ناي جنان ناي جهنم من كسمعنك لخا حجي أب زنقع غفلة بوتا أب زنقع زخونة مسكوف مسبل كان انتاي خون مالتيو ترقعات كان تيقينات كان يقودل مالتيو. كذلك يزداد الإيمان من حيث القول. إيمان بقالاتهن
يوسخي مالتيو فإن من ذكر الله تعالى 10 مرات تدا حدث بذكر الله قبرا له خوينو 10 جزين ليس كمن ذكر الله 100 مرة تميت جزية ذكر الله زقبر لك حدا يكونون فالثاني أزيد بكثير اتخال أي بزيادة انت يالو مالتيو يوسخ له مالتيو تيمان وين مسيكب زبل وكذلك أيضا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص حدث إتا عبادة رب سبحانه وتعالى دعززا لك بمول أغيرو خفت سمان كلن إتا أقدلو دسرحن إيمان ناتات نايكلتي يوم حد عينت أيكونن مالتي تزيادة كبكبلي مالتي وكذلك العمل كومو دماني كل تكبارات مالتي فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد إيمانا من الناقص كلما ودسب سرح عمل الخير انت دعوسي خسني انت إيمان ناتو كبيزبل كابت دي سرح مالتيو وقد جاء ذلك في القرآن والسنة القرآن ناب سنة أعني إثبات زيادة الزيادة والنقصان بزعبا إيمان وسخني قدل المخانون درقا قصة القرآن الكريم الله ولذلك ربنا عز وجل أبصرة المدثر انتايلو وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا رب سبحانه وتعالى بزعباتهم نيسب جهنم ثم ملائكتات كندي قصر خمزلهم مستقلت انتهي لهم مالتهم ثم كفار ثم كحت زخنو كحيدهم بتي عقن زتنقر مالتهم ثم سب مزحفتي ابتي كتاب ناتاتهم زرق بوزن بورون مستقر عند مثلا لكع كوينو مسرع وزما دماني زيادة أرقاقيت مالتهم لكن ثم سب إيمان كنتي كوينهم ربنا عز وجل تايلو ويزداد الذين آمنوا إيمانا مستي إيمان زنبورهم إيمانهم وسيقهم مالتيو وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا سورة قرآن كسمعون كلو انتهي بلنيرهم تم منافقين إزاد سمعكم محجس انتهي وسيخات لكم قال لدلو تمسيات لكم إنا بولونا نحد حدهم يحججوني لا قدسونيرهم مالتيو ربنا عز وجل تايلو فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما أتم إيمان زلهم قن نتي آياتنا القرآن كسمعون كله زيادة تايخون مالتهم إيمانهم كبيب المالتي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أتم منافقين زخانو قن حمامنا يلب زلوهم حمامنا يمن زلوهم قن مستزن بورهم رخصت دعنبر وسيخهم ولحن تلو تعيمتون تم سب إيمان قن إيمانهم وسيخهم مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وينا بحديث تايلهم وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للوب الرجل الحازم من إحدى كن نايلهم أنا سني قدلتني عقل كومد ما نايدين زلوان كباخات كن العلي أير أخون نتي ترير سب عايز بحال لبو دوسد كباخات كن العلي يلني لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن فالإيمان إذن يزيد وينقص إيمان بأري يوسخني قدل المخانو بزي إبرحالنا ولكن ما سبب زيادة الإيمان إيمانك كبد بللك دوسخلك أنت ينتدعيلنا لزيادة أسباب إيمانك كبك بللك زخل السبب الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته نرب سبحانه وتعالى بأسماتون بمجلس تاتناتون مفلات إذي فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته من رب سبحانه وتعالى أسمات صفات كل زيادة دوسخ انت داخينو ازداد إيمانا بلا شك بزيت أراتر إيمانه إنه وسخ إذا خير مالتيو ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا الوجه توم فلتزل لهم بزعبا أسماتنا يا ربي صفاتنا يا ربي زفلتو زخونو كل قدين تكخوني خاطريهم إيمانهم كبكبلي خاطريهم بزا شنخزيئة مغنياتو أسماتنا يا ربي صفاتنا يا ربي مفلات إذن إيمانك كبزبل الكاي كالي وين كابتن إيمانك كبكبل الكاي زخيل
النذر في آيات الله الكونية والشرعية أبتي شرع متزولو تدبر مقبار تأمل مقبار كمون كون تفطرتات نيربون نار أخاون مستنتان دماني إزوين نتي إيمانك كب كبولو يخيليو فإن الإنسان كلما نذر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إيمانا نتي مخلوقات نيرب سبحانه وتعالى كريئين كله إذ زيادة نتي إيمان كب يبولو. ولذلك ربنا عز وجل أب سورة الذاريات انتايلو وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن آيات كون كريون كله تمسب إيمان زيادة أمنتهم كبير بالمالتي. والآيات الدالة على هذا كثيرة نزز مثل آيات بزوح اللو مالتي أعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانا. انت دعا كل جزي نتي اب كون دولو نتي مخلوقاتنا رب دار اي انت دعا خيدو دار دا دستنتن لو خينو سني ايمانو كبكب لي خيلو كالي دمانين زياده الايمان سبب كونه كاز خيل بسالساي درجه كثره الطاعات طاعه مبزح. فان الانسان كلما كثرت طاعته ازداد بذلك ايمانا. كلما طاعات انت دعا وسخ انت وسخ انت دعا خيدو سرحت تكبارات انت دعا وسخ خيدو عمل صالح انت دعا بزي حسني ايماناتو كبي زبل مالتي. سواء كانت هذه الطاعات زي طاعازي زي سناي قبرزي بقالك زبهال يخون كذكر الله عز وجل كم زا عمسل ويد ما انتكبار عوز خونه نتي إيمان كاكب كبولي يخيلي. فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية. كلاك زي ذكرنا رب سبحانه وتعالى أبزحن أب عينة نتي إيمان كاكب زبلا لو مالتي. والصلاة والصوم والحج كل ذلك يزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية. كم زيزة مثل حج يكون صلاة يكون صوم يكون زخل زي عبادات تقبر دماني عبزح يكون كم دمانا أبعينته إن إيمان كاكب يبل الكايو. أما أسباب النقصان إن إيمان كاخ زقود الانتاين ترعلك نزخن تذكروت سنحنا أنت أرناتو مالتيو. حدي فالسبب الأول الجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان. انت رأى بزعب أسماتنا يا رب صفاتنا يا رب انت رأى دي تفلتكوينك إذا حدي كابتين إيمانك كقود للك زخيري مالتيو. إذا نقصت معرفته بأسماء الله وصفاته نقص إيمانه. انت رأى أسماتنا يا ربي أبصفاتنا يا ربي بزح فلتت عمك تهيب الكهونك مسود ماني إيمان كون كمو قدلة ركب مالتي. إذن السبب الثاني قال أيون بخال أي درجة وين إيمان كاخ قدلة الكازخل الإعراض عن التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. أبشرعنا يا ربي تعزيزنا يزلنا كومينا مخلوقاتنا يا ربي سبحانه وتعالى تأمل زي مقبار من تساقو شلل مبالوين إذن تخبرك خيلي إيمانك خودل لك خيلي. كمون بسال سيد رجان إيمانك زودل لك فعل المعصية زنبتات مقبار زنبتات مزوتار مالتي. فإن للمعصية آثار عظيمة على القلب. كلما إيمان زنبتات جيرو حادسب نتي إيمانو ينخوي مالتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كم تأب رواية البخاري ومسلم زلو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لهم. مالت حادثة أب زمود كود أن كله زمود كفتس من كله سني إيمانه أنت سلزخونه أنت رأيك إيمانه سلزقود عليه إيمانه مسقود عليه أب كم زوج زود أظلم عليه بخار براب أي درجة ماني نيمان كا كقولوا زخ المالتيو ترك الطاعة تتزازت نيربي زي ما فتس مالتي. فإن ترك الطاعة فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان. كل جزي طاعة تزاز نيربي مقداف إزينة إيمانك كقدلو إخيلي مالتيو. لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب. انت دعا تزاز نيربي ميتيو مواجب كأنت دعا خوينو مدمان بدي عذر انت دعا قريفو إزي سبزي يوك أسلون بل مقطعتوين اللو مالتيو. وإن كانت الطاعة غير واجبة واجب زي كون انت دعا خوينو تزاز جن أو واجبة لكن تركها بعذر ويون قديتك خون خلو جن بمخنياتون انت دعا تريفو انت دعا قديفو مالتيو. فإنه نقص لا يلام عليه بمخنيات سلزخونه أيتوك أصلوني خا جن نجزارسو قدلتي مالتي. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. نزيهم دمان النبي عليه الصلاة والسلام دك أنستيوسني أب عقلا يكون كم دماني أبدينا قدلتها اللون زبالو. وعلى لا نقصان دينها أبدينا دعا انتاي قدلتها انت دعا الكا
النبي عليه الصلاة والسلام تقربوا انتايلهم بأنها إذا حادت لم تصلي ولم تصوم أبقزي ناي ورح مالت ورح وزمت دمنا ديتاتا أبقزي أي تصومني أي تسجدني أيلهم مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام بدأي متأمان بدأي مسجدان توك أسو نقري يقولون أبقزي في حال الحيد أبقزي حيد انت أخوينا أبقزي دمنا ديتاتا بل هي مأمورة بذلك بل صلاة صيام كتقدفت عزيزة أزلا لكن لما فاتها الفعل قن تقبارات بذي مقبارة مالت تسرحت بمترافو صيام يكون زي كومدماني صلاة الذي يقوم به الرجل تسبع كل قذي بتخطها تالز فوت أمه نساء أبزق زي قدلاس لزخانه صارت ناقصة بزي حد وجن على هذا الوجه قدلت ترخيبهم على تسلزم بعري ترك الطاعة نتاي قبركايو نتي إيمانكا يقدو لإيمالتيو ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.